يبقى نحن إن شاء الله في حوجة عشان نعرف الاغتسال. الاغتسال ده أسرع شيء للعين، أسرع شيء بتعالج العين الاغتسال، ده أسرع من حتى القراءة ذاتها. يعني العملية بتاعت الاغتسال اللي بتعملها 5 دقائق إن شاء الله، لو أنت العائن أقل من 5 دقائق الشخص ده لو مرضه ده 20 سنة، من قبل 20 سنة أنت لعنته وجيت اغتسلت الآن بنفس المواصفات دي إن شاء الله وصب فيه يبرأ. إذا كان مرض يعني ما تجسد، يعني شنو؟ إذا كان أنت عصبته بالعين والعين ما تجسدت لعاهة، مثلا العاهة زي شنو؟ أنت عصبته بالعين وقام ماشي في الشارع طقطوا عربية، اتكسرت رجله ولا يده، ودوه للمستشفى، أنت عصبته بالعين ودوه للمستشفى بوتلت اليد أو الرجل، هل بعد 5 يوم ولا 20 سنة لو جيت قرأت له يعني العيد دي المبتولة دي بتجي راجعة؟ لا. انقدت عينه بتجي العين دي تاني بتجي راكبة من السماء؟ لا. لكن إذا كان أنت عصبته بالعين ومريض مرض ما أتلف عضو وبتروه بيشفى بإذن الله تعالى. أي مرض، في مرض متحول يعني الليلة تمشي المستشفى تفحص وجع بطن، ماسكك وجع بطن أو مريض بطنك نظيفة، مخك نظيف، دمك نظيف، أي شيء صح 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 ما عندك أي شيء وأنت مريض بتعاني، ولا الليلة بملاريا بكرة تحولت لتايفويد وبعد بكرة تحولت لبايل بعد بكرة تحولت لمشونة ثانية بعد شوية كلوة من هنا وبعد شوية بتعب من هنا، يعني شيء غريب جدا. فدي دائما بيكون فيها العين. طيب العين دعني نعرف غسل العين عشان نغتسل حتى لو ما للآخرين لينا في البيت. مثلا عندنا طفل صغير ودائما الأطفال دي البريئين وحلوين فيمكن تصيبه أمه بالعين أو تصيبه أنت أبوه، يمكن هو طفل صغير قام يضحك ولا قام يتكلم ولا قال يا بابا ولا قال له كلمة كده طوال وقمت ضحكته وشوفوا الولد ده ولا وليد كده صغير فصيح شوية وقمت علقته ما دعيت له بالبركة، أصبته بالعين. أنتوا ناس البيت أصبته بالعين بتفتكروا أنه للناس والضيوف البيو جداد وغيرهم وغيرهم جايس يعني، لكن أكثر ناس بصيبوا الطفل ده بالعين وبأثروا فيه أبوه وأمه، لأنه أكثر ناس بينشرح صدرهم ومع الانشراح بينسوا أشياء كثيرة، ما بيدعوا للطفل ده بالبركة ثم يعلقوا. أول ما لفظت تدعو له بالبركة تبارك الله ما شاء الله بعدك علق، لكن لو نسيت الكلام ده وعلقت قد تصيبه بالعين، قد تصيبه الآن وقد تصيبه بعد 2 أو 3 أو 4 على حسب تفاعل النفس بتاعتك. نحن دارين نعرف غسل العين، دارين نعرف كيف نغتسل للعين حتى يصب للمريض ويبرأ بإذن الله تعالى. طيب أولا غسل العين كالآتي، يأتي يجيبوا لك جردل صغير فيه مويه باردة، جردل كورة بتاع ما يضعه في الطربيزة، يكون في زول ماسكه، في زول ماسكه زي ده، لو فتر ما ينزل في الكورة في الأرض ولا في الطربيزة ويمسك واحد تاني، لا يدي له واحد تاني يمسكه. طيب يمسك المعونة اللي فيه المويه، المويه دي تكفي للصبة يعني بعد ما يعمل فيه العملية يصبها فيه، يعني مويه بسيطة مو كثيرة خالص. يكون ده شخص ماسك المعون كده واقف، يجي العائن مثلا أنا مطلوب من الغسل، كيف أجي أغتسل؟ وهل في ذكر معين؟ أنا أقوله ما في ذكر، ما وارد في غسل العين أي ذكر، العدد واحدة 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 موجودة. طيب أول شيء تعمله تجي تدخل يدك اليمين وتكب موية في خشمك، شوف أول حاجة تكب الموية في الخشم، تتمضمض دي اسمها المضمضة، تتمضمض يمين وشمال، تحرك يمين وشمال، ثم تمج تمج، المج يختلف من المضمضة. يوم تكب الموية في خشمك وتعمل كده ده إنسان بيتمضمض، لكن البموج بيعمل كده بصم خشمه وبحرك الموية يمين وشمال، تتمضمض وتمج وتف في الموية دي، بعد ما تمضمضتها ومجيتها تبزخ في الموية دي، دي أول غسلة. ثاني غسلة برضو يدك اليمين تقوم تغسل وشك غسلة واحدة كلها وتحطه في المعون ده. المرة الثالثة بتدخل يدك الشمال، دخل الشمال دي بتغرف موية، بتغسل شنو؟ تغسل المفصل ده بتاع يدك اليمين لغاية المفصل ده بس، بتحطه هنا. المرة اللي بعدها بتدخل يدك اليمين شيل موية، بتغسل كفك الشمال
دي بتغسلها بتحتها هنا، اللي بعدها يدك الشمال تخرف مويه بتغسل المفصل ده ده بتغسله تمسحه كده وبتحته هنا، اللي بعدها اليمين للشمال نفس المفصل بتحته هنا، اللي بعدها الشمال للرجل الرجل المحلة دي هنا رجل حتة دي لغاية المفصل ده بس تمسحه زي ده حتة، اللي بعدها اليمين للرجل برضو نفس المحلة دي تمسحها كويس وتحتها، اللي بعدها الشمال لليمين يعني تدخل يدك وللركبة بيجوا للملابس دي لأن دي عورة ما تكشفها، تدخل يدك بيجوا الركبة دي كلها تمسحها حتة، اللي بعدها اليمين للشمال بنفس الطريقة، وآخر الغسل يدك الشمال تدخل يدك بجوة لعدتك دي بضاعتك دي كلها تمسها بورا وقدام وبتاع وتقوم تحتها في الموية دي والشخص دي ماسكها، تجيب الزول المريض ترقده في الفراش فراش شوال المهم ترقده ويشده على الأرض ترقده على بطنه كده وتشيل الموية دي تكشح له في ظهره هنا في رأسه فوق هنا وتشيل المعون ذاته تكفيه فيه أقل من 5 دقائق أي مرض بالعين ربنا بيشفيه، دي أسرع طريقة للعين واضحة واضحة، دي طريقة غسل العين. نعم نعم لا تكفيه في رأسه هنا مش تكب له في ظهره تكب له في رأسه من الخلف أيوة حتى الذاكرة دي تكب الموية دي هنا في 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 مؤخرة رأسه دي من كفي كده كب الموية دي هنا وتكفي المعون ده ذاته من فوق له كده بس وخمس اقل من 5 دقائق ترفع المعون ده فيطيب باذن الله تعالى اي عين باذن الله تعالى. نعم لا الملابس ما تكفي عن تجربه الملابس لا تكفي يعني لو جبت العائن غسلت ملابسه الداخليه ل... ايوه اي نعم الله اعلم، لكن دي الطريقه اللي اغتسل بها عامر ابن ربيعه لسهل ابن حنيف عندما اعانه في منطقه المدينه المنوره في وادي من وديانه اسمه الخراره، عندما اصابه كان قلع جبه كانت يلبسها مش جبه زي حقتنا دي زي حقتهم الزمان كان لابسين دي قلع وقاعد يستحمى في الوادي ده فكان عامر كان واقف فعلق بدل يدعو له بالبركة.